قال ترامب القدس لهم، وقال الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال ترامب لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال ترامب إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها ولا بد أن تقبل بما عملنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. قال ترامب لابد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها. وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه، وإما أن يحيينا كلام الله، ونحن على مفترق الطرق، لأنهم يخوضون حربا عقائدية يقرؤون ما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاه، ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا. نحن اليوم في حالة ضعف، والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا، فإن الله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها. وقال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فإن كان هنالك من كلمة نقولها فأنا أقول لك شكرا ترامب، لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد أمام شخصيته وقلبه وفؤاده. ولذلك واجب على أمتنا العربية والإسلامية ألا تنكر ما قدمه وفعله الأردن عبر حكوماته المتعاقبة وعلى رأسها الهاشميين منذ الحسين ملك العرب وملك الحجاز إلى عبد الله الثاني اليوم. لا ينبغي لأحد أن ينكر، ورسالة أقولها لكل أردني يعيش على أرضنا، فنحن في الأردن ليس لدينا أردني وفلسطيني بعد الذي جرى، فكلنا واحد ودماؤنا تفتي القدس. لابد أن نقول كلمة لشعبنا لا تصغروا أكتافكم، فما قدمته الأردن بغير منة ولا فضيلة ولا برهان على أنهم يريدون يدا هنالك، ما قدمته الأردن ما قدمه أحد، ما قدمته الأوقاف ما قدمه أحد، ما قدمناه من حماية إلى أهلنا ما قدمه أحد رغم ضيق ذات اليد ورغم شح الموارد. ولذلك أرجع فأقول إن القدس ليست حربا ولكنها مشروع أمة، القدس ليست حربا ولكنها مشروع أمة نحتاج فيه لأمران. الأمر الأول ألا نقنط ألا نهزم، لأن غلبنا على الأرض فما ينبغي أن نغلب على عقيدتنا. فقد مر في تاريخنا أن التتر دخلوا إلى بغداد فأسروا خليفة المسلمين ووضعوه في شوال من شيد وألقوه في النهر ليموت حريقا غريقا أعمى، وكان خطباء الجمعة يقولون لتفتحن القسطنطينية ونعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، وكان صوت الهمس وقتها يقول انظروا ماذا يقولون، وصدق الله وكذب التتر، ونحن اليوم نقول صدق الله وكذب ترامب وأعوانه. أعطيه اختم. عسى من روح الله. والأمر الثاني أننا نحتاج إلى إعداد مشروع لا إعداد حرب، فنحن ضعفاء والضعف لا يعيبنا،
ولكننا نحتاج أن نجعل مشروعا لأبنائنا نقولها لهم ولو كلمة: فلسطين عربية، من بحرها إلى نهرها، ومن شمالها إلى جنوبها، وبالعامية لن يضيع دين